اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة ينتج عنه فيديو مسرب لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، يقول فيها على قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بين ظفرين جاي طبها عماها، في إشارة لموقف سعيد من القضية الليبية اللي قال رئيس الجمهورية في فرنسا خلي الحل يعني يكون ليبي ولا للتدخل الأجنبي يعني في ليبيا. الغنوشي يعني معلن أنه مع سراج ومع حكومة الوفاق الوطني، دونك ما راقلوش كلام رئيس الجمهورية. أعطينا تعليقك أنت كمواطن تونسي. تعليقي أنا مش نقولك تونس مشيت مع النهضة، فهمتني، مع الأخوين، باش مازال عندنا ما نعيشوا في تونس، ما عندناش بعد، عندنا دولة أخرى هوني، عندنا دولة نتاع تركيا هوني، عندنا دولة نتاع الغنوشي هوني، فهمتني، حتى القضاء زاد كيف ما راه يمشي إلا باسم الغنوشي، وأنه القضاء موازي، فهمتني، وقاعد موجود. عبير موسي هي لالاتهم الكل، وعبير موسي هذيك ميركل نتاع ألمانيا، هذيك نتاع تونس، ميركل نتاع تونس، وعبير موسي هذيك اللي قاعدة. هذيك اللي قاعدة معناها تدافع على الشعب هذايا، فهمتي؟ باش قاعد يعمل الغنوشي عبير موسي هذيك هي، أني مش نمشي لها ومش ناخذ اشتراك من الحزب نتاعها ومش ندخل الحزب نتاعها نكالة تنفى، لأني الوحيدة اللي يحبوا يقتلوها ويحبوا يتعدوا عليها وعاملين لها عصابة في وسط المجلس، والوحيدة هي اللي قاعدة تدافع على الشعب، فهمتي؟ مش غنوشي اللي تدافع على الشعب. غنوش يهلكها البلاد لو كان فيه، بس مش يقابل ربي، لو كان معناها لو كان يقدم استقالته ويبعد على الاقل ربي يمكن يرحموه، ونماشي بالعمر هذايا، ونماشي وين تحب توصل؟ تحب تدخل البلاد في حيطه؟ برا ابعدنا، البلاد هذيا راهي مش نتاعك، وما عادش قاع انت في ذاتك، ما عادش نجم تعطي، ما عادش نجم تعطاها البلاد، وما تنجمش تنتج فيها، وما تنجمش تنبعها البلاد هذيا. الناس عمال تكثر البطالة، ناس شنقت رواحها، ناس رمات رواحها في البحر، ناس معناها قتلت رواحها، الكل مناس مهم الضغوطات، والضغوطات شكون تسببها؟ أنت وأمثالك. حكاية نحن الغنوش معناها هي بلاده تو الغنوش، 11 سنة جاوا بالذمة للشعب هذايا، ناقمين على الشعب هذايا، ما ثماش حتى حنين من الشعب هذايا، فهمتني؟ وأنه جايين بالذمة، معناها بعثهم الغرب هونية، بعثهم باش ينتقم من تونس. وكلهم زاد وكلهم عندهم تهريب نتاع فلوس على بعضهم، مليارات وكلها خارج البرة، وأولادهم نساهم البرة لخوف عليه، أما الشعب هو اللي ياكل في الزبلة تو. الحياد في حد ذاتها موقف، لأنه قيس سعيد يعني هو في حالة مراهقة سياسية، الغنوشي حكيم وسياسي ومعترف به دوليا على مستوى عالمي. إن كان الفيديو مسرب أو ليست مسرب فهذه من التقنيات السياسية، الآن كالفيديو القديم معناتها الشرطة مش كذا، فهي تقنيات من السياسة ليست صدفة. الجماعات حكيمة، وأثبت راشد الغنوشي بالذات وأنه صاحب خبرة، إذا فالغنوشي أي كلمة يقولها في المجال السياسي فهو على حق، لأنه حكومة السراج هي الحكومة الشرعية، ثم أثبت السيد الرئيس احترامات له كرئيس إنما سياسيا بعد زيارة فرنسا أثبت فعلا وأنه هاوي مراهق، كل يعني ما أتحمل مسؤوليته في القول أنا، هو الذي يريد أن يكون رئيسا على الشعب التونسي، لا يقول للشعب التونسي يوم 19 جوان 2019 والانتخابات الرئاسية صارت في سبتمبر 18 سبتمبر، لا يقول الشعب التونسي وأن فصلكم الأول اشتغل عليه يهودي لصناعته، الذي يناشد رئاسة الشعب المسلم التونسي لا يتكلم بهذا الكلام، حتى وإن كان ليست أكاديميا ثابت هذه المعلومة بسبب هو درسها لتلامذته، أكاديميا ليست ثابت هذه المعلومة. ما عادش عندنا سياسيين في البلاد ساعة أولا، وكلهم يتبوها يعموها برسم من أصغر مسؤول حتى الأكبر مسؤول أولا، ثانيا البلاد تقسمت سيء، أنت كتشوف البرلمان كيفاش الناس متعاركة، فهمتني، كل واحد يغني على ليلى، أنت تعرف من وضعية البلاد، كرمتين أنا مش نقول لك معناهم، آخر حاجة يعني المسؤولين هذوما آخر حاجة يخموا فيها هم يخموا في المواطن، فهمتني، لأنه ما نكذبش عليك، الناس كلها مقسمة، كل واحد تبع حاجة، هذا تبع دولة، هذا تبع دولة، تبع كذا معناتها، ولذا ليك ربي يا تونس وكاو، مش نقول لك أنا. معناتها بالكلام ما نقولش هذايا كلام
صدق الله العظيم ولا هذاك اللي صدق عليهم. بالنسبه لي انا كشخص اي مسؤول هنا ما راني ما صدقوش. المفروض كلمه يستعمل الفاظ يعني محترمه، الفاظ تليق بعمره وتليق بموقعه كرئيس مجلس النواب، ثم انه كل واحد عنده نظرته في السياسه، والسياسه ما لهاش حدود، يعني عالم كبير يعني، وهو الى هو نظرته ضيقه او نظرته موجهه او مؤطره في مكان ما، ما يلزمش بها غيره. ورئيس الدوله مش يعني جاء يعني من فراغ، انتخبوا 72 يعني في المئة من الشعب التونسي وعندهم ثقة في اللي باش يقولوا. عبير موسي تبعث عاد المنفذ يوم أمس لراشد الغنوشي بخصوص عماد دغيش، شنيا رأي؟ سي دغيش ما عنده حتى صفة في مجلس النواب، اش قاعد يعمل غاديك؟ ومش نقول لك حاجة، في الإدارات ثم موجودين يدوروا غاديك ما عندهمش حتى صفة، يدوروا في الإدارات في البلديات. شكون كان يقول لا أنا نخدم لوجه الله لهنا؟ ثم واحد يخدم لوجه الله، وانت كموظف موجوده ما تعرفيش السيد هذاك اللي قاعد يدور بيك، ما تعرفيش شكون هو وشنو وصيفته السيد هذا. وكل شيء معناها البلاد كل شيء تنجم معناها الحرام تنجم تردي حلال. ها نقول لك غنوشي لو كان يمشي يقدم استقالته يخرج على روحه ولا يسكروه البرلمان خلي الناس ترتاح. تونس من جهة الغنوشي مشات على روحها، ما عادتش تونس، الناس جعت، الناس رمات روحها في البحر، البلاد ردمها كان بالقلوب البيض، وعامل يهد مع شو اسمه مع تركيا، فهمتني؟ ما خمزها البلاد ومهلكها الا الغنوشي. توا ولات لنا دولة فوز دولة، رجل كبير كيف هو لو كان مشي خذ الروتريت نتاعو خير له. يلوج على الديار في القصر ما يستاهلاش، اعوان نتاع امن يعسوا على الشعب ويتلهوا بالشعب يعسوا عليه هو ما يسواش برنك. الغنوشي هذا لو كان خذيه الانتريت نتاعو ومشير قد على روحه خير، فاش قاعد يعمل؟ اعطيني فاش قاعد يعمل؟ فاش قاعد يعمل؟ ها البلاد لك الا هو، وما دام هو موجود في البلاد نزيد نقول لك راي البلاد ما سالتني. هو في الاصل يعني عماد دغيش بامكانه ان يتواجد اينما كان، لانه مجتمع مدني ونصف المجتمع المدني، ونحن نسعى على ان يكون هناك صله هي تقبل ان تراقبها جمعيه بوصله الذي ليست لها وجود. لماذا جمعيه بوصله تكون في اماكن او جمعيه اخرى بالذات، اي جمعيه من جمعيات المجتمع المدني؟ فعماد دغيش بالذات هو ناشط من المجتمع المدني، وانا وذاك وذاك بكل نشطين من المجتمع المدني. شو يعمل في مجلس نواب الشعب؟ بصفته مجتمع مدني يوميا، مجلس نواب الشعب يوميا يغص باعضاء المجتمع المدني. لكن هو في المجلس بصفه مرافق برلماني اللي هي ماهيش قانونيه. هو لا حتما، لانه هناك في البرلمان الان وانا الحبيب خضر هو ادرى بالجوانب القانونيه من عبير موسي ومن الكل، معناتها هو مقرر الدستور ليست بالصدفه وشهاده معترف بها دوليا. فهذه بالذات انا لا اصدقها وانه ليست له وجود. يتواجد باي صفه كانت، بصفته مراقب او مرافق او مجتمع مدني، بامكانه ان يتواجد هناك. كل ما في الامر وانه هذا تلكؤ من عبير موسي. والله ساعة كلمة بعثت عبد المنفذ هي حاجة تضحك، فهمتني؟ معناتها عبارة واحد تارك مع جاره، فهمتني؟ ما عادش عليه تعيش له بوباله حاجة حجر في داره باش يجيب له عبد المنفذ، معناتها يدون عليك السلام. حاجة تضحك برشا أول حاجة، وعلى الأقل ورينا الخير باش نضحك على الأقل. ثانيا معناتها رئيس مجلس النواب والنايبة نتاعو ونهار كل في وجهه في وجه، وبعد تبعث له عبد المنفذ خاطر عمل هذايا، وش نقول لك حاجة أخرى زادة؟ وشنو هي هذا المنافذ هذه الساعه؟ وشنو هي وشكون؟ والقانون اشكون باش يطبق؟ تو سامحني، تو هذاك رئيس حكومه وهذاك معناتها نتاع مجلس رئيس برلمان، وهي معناتها وهي تكور في البرلمان.
القانون شكون يمشي به القانون هذا؟ هما عملوا القانون لم يطبقوا القانون، يعني القانون على قياس مبركه. وحكيت هذه عاد منفذ من بعض مع شنيا هذه كيما قبل نتاع الشعب نتاع عرفت كيفاش ولا ايش نقول لك اسمعني والله نكته والله ولينا نكته ولينا ضحك احنا فهمني والله العظيم ولينا نكته معناتها الناس هذوما اللي كنا احنا معناتها تونس بشبابها مواطنيها معناتها في السبور في السينما في المسرح في في معناتها فين تحب انت كنا الفوق طولين اضحوك معناتها تعرف كيفاش معناتها العالم ولا ايش عمل يحبوا يضحكوا يبدل تونس خلينا نشوفك جماعه تكور ببعضها والله لو يعني اللي قلدته صحيح لكن مش انا تبعت له الواش تبعت له عدل منفذ للبرلمان عنده قوانين داخليه كانت تلجا الى تنفيذ القانون الداخلي للبرلمان اللي نص عليه الدستور وثماش فرق ما بين رئيس البرلمان او عضو في البرلمان او موظف طيب ما عندوش دخل في الامور القانونيه والسياسيه اما هي كانت يعني تلجا لتنفيذ القانون الداخلي لل يعني للبرلمان